بابا في واحد صاحبي جاي. صاحبك مين؟ انا مش قلت لك قبل كده ما تصاحبش حد يا زياد؟ لا يا بابا ده كيوت خالص. طب انا عايزك تخلي بالك وتنقى حد في سنك. ما تقلقش لما تشوفه هتحبه قوي. خلي بالك، قوم بقى اعمل لي كوبايه نسكافيه الاول كده عشان نعرف نلعب. طيب طيب انت مين يا ابني انت؟ انا صاحب زياد. عمو فين زياد يا عمو؟ زياد مين يا ابني انت؟ تعرفه منين؟ انا ياسين صاحبه يا عمو. يا ابني انت يا عمو عم سكرتني وتقف. وانت جاي لي مين؟ جاي لي زياد صاحبي. ما فيش حد هنا اسمه زياد. انا جاي لك يا ياسين. بصوته يا عم الحاج. لا لا ده مش هو، ده واحد في التلفزيون زي صوته بالظبط. طب اقول لك انت هتحار عليا. طب تعالى بس نلعب ولا ايه؟ ما تلعب يا عمو. بابا 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 اتسكت يا عم. طب خد هو ده صاحبك؟ ده كيوت قوي يا بابا. خليهولك تيجي تلعب يا زيزو. ما بالراحه يا عم، هتخلي ابويا ياخد عنك فكره وحشه. بتلعب يا زميلي ولا بتخمش يا عم؟ وانا خميت في ايه؟ ولا بتلعب ايه ولا لا؟ في ايه؟ في ايه يا حاج؟ في ايه؟ بخم كيوت. ما تهدى كده يا حاج. الواد ده بخم يا عمو. هو الواد ده فعلا خمام، ما تلعبش معاه. تعالى اوريك لعبه حلوه. تعالى انا هوريك لعبه جامده. تعالى بس اهم حاجه دي عايزه فن، عايزه زكتك. كيوت ده كيوت يا ابني.